بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا احنا مجلس القبائل والعشائر السوريه بإدلب لحضور مهرجان الخيول العربيه الاصيله، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام بما معناه ان الخيل معقود الخير في نواصيها الى يوم القيامه. وحضرنا للمشاركه بهذا المهرجان الخيول العربيه الاصيله والاحياء الاصاله بالخيل. الفعالية الأولى في الشمال السوري برعاية مربط صهيل للخيول العربية. السباق كان من 7 أشواط، الجري والسباق على أرض المضمار، وشوطين، واحد جمال الخيول العربية السورية السوري البيور، وشوط للخيول العربية المصرية. والحمد لله رب العالمين كان هذا السباق ناجح، والمشاركة واسعة من الجزيرة العربية ومن الشمال السوري كافة. نشكر نادي صهيل ومربط صهيل لهذه المكرمة ورعايتي لهذا العمل الطيب النبيل في الشمال السوري. نتمنى أنه تتكرر هذه الأعمال. وطبعا السباق ليست غاية إنما وسيلة، والحمد لله رب العالمين الغاية منه هو الحفاظ على الخيل ووضعه في دارة الاهتمام والأضواء. هذا المهرجان بعد انتصار كثير بسبب القصف اللي كان صاير عنا والكوارث الطبيعية اللي صارت، حاولنا قدر المستطاع يكون المهرجان ناجح، وإن شاء الله راح نعيده في القريب العاجل. إن هذا المهرجان بالتعاون مع جمعية إيفا الألماني، وقدر المستطاع حاولنا ننجح الخيل ويكونوا كل مرابط الخيل موجودين منشان يكون عنا مكتب خيل في شمال غرب سوريا لسحب العينات وختم الخيل غير مختوني، لأن عنا كثير خيول غير مختونة.